في ليلة طربية مختلفة وفي مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، حضر الشباب السعودي بفنه وطربه المعتاد. موضي الشمراني وخديجة معاذ وسلطان خليفة وإبراهيم السلطان كانوا نجوم الليلة المختلفة. أنا أحس يعني كأني أول مرة أغني، وأحلى شيء أني غنيت على مسرح في السعودية. قبل كده أنا غنيت في لندن، غنيت في القاهرة، غنيت بس مو زي بلدي. أحلى جمهور يعني بعد السعوديين في كجماهير كتنظيم ككل شيء، يعني صراحة سوري ما في زي السعودية أمانة. شيء يبيض الوجه وشيء أنا مبسوط، مرة أحس إنه خايني التعبير، فوق ما تتصورون، من ترتيب، من تنظيم، من 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 استقبال، من كل شيء. والله أول شيء طبعا التنسيق بقيادة شركة بنشمارك وعلى رأسهم هيئة الترفيه، الله يعطيهم الصحة والعافية. طبعا التنسيق كان جدا ممتاز وجدا تنسيق، يعني احنا بالنسبة لنا شوفه شيء مرة مثالي وشيء مرة بيرفكت يعني، فالله يعطيهم العافية. هو التنسيق هو سر كل حاجة. هذه بالنسبة للموسم، يعني حفلة كحفلة عامة في مسرح ضخم زي مسرح الراحل رحمة الله عليه أبو بكر سالم، لكن الجمهور يعني أنا الجمهور الحالة هذا شيء ثاني يعني، وتنسيق أول شيء طبعا قبل كل حاجة. فالشكر طبعا الشكر موصول لهيئة الترفيه على رأسه معالي المستشار تركي آل الشيخ، نتحمد له بالسلامة وما عليه شر إن شاء الله. فاحنا دائما فخورين احنا كسعوديين وكمواطنين، يعني احنا فخورين بالشيء اللي قاعدين نشوفه سواء موسم الرياض او سواء من تعاون الشعب مع الـ مع الـ مع الـ المواسم هذه ومع الاحتفالات اللي قاعده تصير. جدا مبسوطين وفخورين جدا ببلدنا. الحمد لله. تأثرت على المسرح من الجمهور الموجود وكان الهتاف يعني عالي جدا. حسيت اني يعني تعرف ثمار تعبك لما تاخذه وتوقف على المسرح، وما بالذات مسرح ابو بكر سالم مش اي فنان يوقف عليه، وهذا شيء جدا ممنونه فيه وسعيده. وارجع اشكر ولي العهد وارجع اشكر المستشار ابو ناصر واشكر بنشمارك على هالفرصه. الله يعطيك العافية. ما في سر، دائما هيئة الترفيه تطلعنا بهالشكل وبهالجمال، وكل الشكر لهيئة الترفيه طبعا. الشكر الأول معالي المستشار تركي آل الشيخ، وشكرا شركة بنشمارك على هالتنظيم وعلى هالجمال. والله التجديد مثل ما قلت مطلوب، انك تجدد أغنية وتسمعها الناس بالشكل المطلوب حاليا. وقدوتي من الآخر الأستاذ رابح صقر. استمتع الحضور بهذا الطرب الجميل، فليالي موسم الرياض كعادتها مختلفة ومتألقة، وليالي موسم الرياض هي أن تتغير.